السلام عليكم. طيب لكم اليوم طريقة عمل النسفة هذه. يقدم هذا الشاب دروسا بسيطة لكيفية لبس الشماغ وتنسيفاته عند السعوديين. عبد الله روكان وجه سعودي شاب تخصص بنشر ثقافة لبس الشماغ السعودي وملحقاته. طبعا الشماغ الأحمر طبعا منذ القدم هو مرتبط ارتباط وثيق منذ بغطاء الرأس منذ عصور الجاهلية وعصور الصحابة. تطور الشماغ إلى أن أصبح قطعة قماش مربعة محاكة بنسيج قطني مميز ومحاك بتصاميم عصرية حديثة أنتجت داخليا وخارجيا. الشماغ يمثل الشاب السعودي والمواطن السعودي تأصيل وجداني عميق في أنفس كل السعوديين، حيث يرتبط بتراث وحضارة وتاريخ عظيم للمملكة العربية السعودية. يعد الشماغ جزءاً من هوية السعوديين والخليجيين، فهو الزي الرسمي للسعودية والملبوس المرتبط في عادات الناس وتقاليدهم. هناك عادات وتقاليد ارتبطت ببعض قبائل المملكة العربية السعودية، وهي تدعو أحيانا إلى الفخر والعزة والشموخ، بالإضافة إلى أنه يربط أحيانا طرف الشماغ لإيصال رسالة وإلى إرسال مثلا عهدة أو أمانة إلى شخص آخر، فيربط الشخص الناقل يربط طرف شماغه حتى يوصل الأمانة ويوصل الرسالة. أيضا هناك عادة حذف الشماغ أو رمي الشماغ داخل على الله ثم عليك، هذه كلها وسيلة استجداء وطلب قبول الدعوة أو الطلب اللي يكون غالبا ما يكون في طلب صلح أو طلب إعفاء من قصاص. تتنوع ماركات الشماغ السعودي وأسمائه، ويبقى الشماغ الأحمر الزي السعودي الأشهر الملازم لصورة وأناقة الرجل السعودي. NBC مصر المزهم رفحة.